أثنى الشيخ وصف العاصي مرشح قبيلة العباد خلال مؤتمر انتخابي في محافظة كركوك على توحيد أهل المحافظة لكلمتهم ورغبتهم بخوض الانتخابات يوم 10 من تشرين الأول الحالي، مؤكدا أهمية ضمان الأمن والأمان لأهالي كركوك. وأبارك لكم هذا الجمع، وأبارك لكم توحيد كلمتكم. توحيد كلمتكم واضح ومعلوم، وما يراد له أي دليل، ما يراد له أبداً أنه نحذكم على الانتخابات يوم 10/10، والله واضح مثل الشمس. وأريد أضمن وأنتم تضمنون مستقبل كركوك، لأنه إحنا ولد كركوك، وهذا المحافظة حقيقة صار 18 سنة هي محط أنظار كثير من أصحاب النوايا، ولازم نحافظ عليها وعلى مستقبلها، وإن شاء الله إن شاء الله هذه الأجيال الجاية راح تسعد وتعيش في كركوك بأمن وأمان.